السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في روزلاند. ان شاء الله النهاردة معانا طقم ملامين حلو قوي عشاق الالوان الغامقة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اوريكم الطقم الحلو ده واقول لكم هو كام قطعة واقول لكم محتوياته ايه. يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على سيدنا محمد، ويلا بينا اما نشوف الطقم الحلو ده. يلا بينا نفتح الكرتونة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعه الطقم اهوت بعد ما عرضته لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله عشاق الالوان الغامقه، بقى عشاق الالوان الغامقه. شايفين يا جماعه الطبق شكله عامل ازاي؟ بصراحه شيك وجميل كده على السفره، والوانه يعني الوانه مبهره قوي بصراحه. شايفين شكل الطقم عامل ازاي؟ تعالوا بينا اما اقول لكم تفاصيله وهو كام قطعه والطقم ده بكام. بس هقول لكم بكام بقى اما تسالوني ان شاء الله، عشان ما اقولكوش دلوقتي وبعد كده الاسعار تتغير. الاسعار نزلت الاسعار طلعت، فايه اللي عايز الطقم ده يبعت لي على الواتساب على الرقم اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف، هقولكوا كل تفاصيله وكمان بنوصل لحد باب البيت. مبدئيا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول قطعه معايا السرفيس طبق التقديم الكبير ده. شايفينه قد ايه؟ بصوا بصوا شايفين الطبق قد ايه؟ الطبق كبير يا جماعه، ياخد له كيلو مكرونه. كل مره بقول الطبق ده ياخد ايه، تمام؟ هو طبق او فطيره، تمام. بسم الله ما شاء الله. السرفيس الكبير ده المفتوح او الطبق المفتوح الكبير ده. اللي بعده معايا ايه بقى؟ معايا السرفيس المستطيل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ احلى حاجه فيه ان هو حجمه حلو، حجمه كبير، ياخد دكربط كبير، ياخد بطايه حلوه، ياخد فرختين جنب بعض او ثلاث فراخ. بسم الله ما شاء الله شكله حلو قوي. وكمان الميزه اللي فيه ان القلب بتاعه مرسوم، يعني خلافا عن اطقم تانية بيكون السرفيس ده قلبه ابيض، ملوش دعوه بالتطريز او بالشغل اللي بره، تمام. السرفيس الطويل ده بالغطا بتاعه، تمام. معايا كمان السلطانية الحلوة دي. شايفين دي بقى سلطانية كبيرة كده وحلوة، القطر بتاعها اهوت، عشان نملاها كده لسان عصفور ونحطها على السفرة، نملاها خضار ايا كان اللي انتوا هتحطوها فيه. الارتفاع بتاعها عالي يعني تاكل كتير. افتحها لكم كده. دي بقى القلب بتاعها ابيض مش منقوش زي السرفيس المستطيل، ما شاء الله حلوة. شكلها حلو، قطرها حلو، تاخد كتير. تعالوا بينا بقى اما نخش على اللي بعده. معايا 6 اطباق غرف كده كبيره اهو، ده القطر بتاع الطبق، ده القطر بتاع الطبق، ياخد برضو حبه حلوين، مش مفتوح، طبق غويط اهو يا جماعه. 6 اطباق. طب الطبق بتاعنا ده او الطقم بتاعنا ده كام قطعه؟ الطقم بتاعنا ده يا جماعه 40 قطعه. بسم الله ما شاء الله. نشوف الستة اللي بعدهم. 6 برضو كبار اهمت، دول 6 مفتوحين، طبق مفتوح، القطر بتاعه اهوت، طبق مفتوح مفهوش اي حاجة، مش مرتفع، الحرف بتاعه مش مرتفع. هو بصوا شايفين القطر بتاعه او المساحة بتاعته شكلها عامل ازاي؟ ده بقى عشان المحاشي، عشان مكرونات، رز معمر. بسم الله ما شاء الله يعني حلو. الطقم الغامق ده يعني بيكون بيتطلب الاكل الفاتح شويه. ماشي، يعني مكرونه حمراء، مكرونه بالصوص الابيض، مكرونه بشاميل، الحاجات دي بصراحه بينطق في الاكل قوي على السفره، تمام. معايا 6 اطباق اللي بعدهم بيكونوا اصغر شويه برضو، القطر بتاعه الطبق اهوت، ادي الطبق اهوت، ادي الطبق اهوت، اوري لكم برضو من ورا. بصوا 100% ميلامين، مش مخلوط، الطبق حلو تقيل، مش تقيل محمل، مش خفيف. بصوا يعني طبق بصراحه حلو. الستة اللي بعدهم بقى معايا 6 اطباق التانيين اللي هم بتوع السلطه، مخلل، شيبسي، حلوين قوي. لو هنمشيهم حلويات ممكن اقول رز بلبن، مهلبيه، كاسترد، الحاجات دي. قطر الطبق اهو مش غويط، تمام. قطر الطبق يا جماعه اهو، الطبق ده برضو بيتميز ان هو قلبه ابيض والحرف بتاعه هو اللي غامق، تمام كده. ادي 6 اللي بعده. معايا كمان الطقم بتاعي بيتميز فيه ملاحتين بيض، عشان طبعا زي ما هقول في كل فيديو الملاحات بتاعته بيض عشان تمشي مع اي طقم تاني على السفر. معايا بقى الستة الاخرى اهمت، طبق غويط ده عشان الشوربه، لسان عصفور، خضار على السفرة وسلطة، بس السلطة بتمشي في الطبق المفتوح اكتر يعني ماشي. ده الطبق الغويط اهو، ده القطر بتاعه غويط اهو،
انما السلطه بقى اللي هو ده بيمشي، ده اللي بيمشي سلطه اكتر. بسم الله ما شاء الله. الطقم بتاعنا يا جماعه حلو جميل، مميزاته حلوه. اعتقد ان الطقم ما فيهوش ولا قطعه اسمها ملهاش لازمه، كل قطعه فيه السلطانيه الطويله ديت او السيرفيس الطويل ده عشان البط لو احطه على السفره، عشان فراخ، عشان ممكن احط فيه بشاميل، ممكن املاه اي حاجه، ممكن افضي فيه كده كيلو مكرونه انا عاملاه وبعدين نوزع منه بقى على الاطباق الصغيره اللي هتكون قصاد كل واحد على السفره. السلطانيه دي هملاها برضو سلطه، لسان عصفور، طبيخ، ايا كان، شوربه ايا كان. ادي الطقم عن بعد، شكله جميل، الوانه حلوه، الوانه هاديه قوي. عشاق الالوان الغامقه، في ناس على فكره بتطلب الالوان الغامقه في الميلامين وفي الاطباق بصفه عامه بتطلب الالوان الغامقه، يعني احنا مش جايبينه كده عشان هو فرحانين بلونه، لا ده ناس بتطلبه وناس كمان يعني مش اي حد بيطلبه على فكره، خدوا بالكم يعني. تمام، ادي الطقم يا جماعه حلو زي الفل. يا ريت ما تكونوش وصلتوا لحد هنا ونسيتوا تصلوا على النبي او تشتركوا في القناه او تحطوا لايك للفيديو. ولو عجبكم الطقم زي ما قلت لكم هسيب لكم رقم الواتساب على في صندوق الوصف. خدوا الطقم سكرينه اهو، خدوا الطقم سكرينه اهو وابعتوه على الواتساب على الرقم اللي انا هسيبه في صندوق الوصف، وان شاء الله احنا بنوصل جميع المحافظات قبلي وبحري. استنينا في فيديو جديد، السلام عليكم.